السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حيكون عندنا رحلة لاستكشاف مسار الوعبة طمية منطقة بعد السيل. اركب يا ابو خالد ان شاء الله. تابعوا المقطع هذا ان شاء الله تستفيدوا من اشياء مرة مع هايكنج السعودية. نحن الان عند لوحة الوعبة مقلع طمية. ما شاء الله فريق الهايكنج ما شاء الله تبارك الله. اخونا رافع دفع الرباعي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. واخونا ايمن ما شاء الله. نحن الان في منطقة ام الدوم فريق هايكنج السعودية لرحلة الوعبة. ما شاء الله الشباب هنا بننتظر اخونا رافع. هذا تمثال لبرج الفيصلية ما شاء الله تبارك الله. الآن ما شاء الله تبارك الله الساعة 6:30. هذه الفوهة فوهة الوعبة. هذا شروق الشمس ما شاء الله تبارك الله. منظر جميل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. جاسم اعطيني انطباعك يا جاسم عن الرحلة وكيف؟ والله الجو بارد بس ولا الرحلة ترى مرة حلوة و جود 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 مرة جود ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله مع الأخ محمد قاري ما شاء الله الرحالة المغامر ما شاء الله. أخونا محمد أعطينا انطباعك عن الرحلة. والله الرحلة طيبة والحمد لله. الجو طيبة والمنظر ما شاء الله منظر خيالي صراحة. أيوة. منظر عالمي وإن شاء الله نبدأ الهايكنج إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله أنت معك عدتك حقت الهايكنج و العزبة اللي هي الخاصة بالقهوة على طول العدة معنا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تشرفت بمعرفتك. الكابتن الجيلاني ما شاء الله معانا. يا أهلا يا أهلا على فوهة الوعبة. أعطينا انطباعك يا كابتن. والله أنا سعيد جدا ورحلة جميلة بانت من أمس وإن شاء الله اليوم نكملها بداية الهايكينج بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. We'll be right back.
القائد ما شاء الله الكابتن ايمن شرف. حياك الله يا اخي عمر. ان شاء الله قائد بعد شويه ان شاء الله نتمرن تمرين قوي واحماء قوي لانه الحفره قويه. ما شاء الله تبارك الله اخوي ايمن. اعطينا انطباعك انت على والله سبحان الخالق شيء جميل سبحان الله ومنظر جميل جدا يعني. وحقيقه انا ادعو كل الناس انهم تيجي تكتشف هذا المكان الرائع اكثر من الرائع. طيب هاي شباب بس جعله بالعافيه. طيب استاذي الان الجوله الان بالشنطه طيب ناخذ عدد معنا ولا ايوه كل شيء حلو ممتاز كل شيء ناخذ جوله كامل كذا نتفرج على الفوهه كامله عشان لا يفوتنا منظر اي مكان ممتاز تمام ناخذ جوله وبعد ذلك اتضح لنا المسار لانه المنطقه ديك شوف منطقه زرع نخيل شايفها؟ شايفها شايفها ايوه عشب كذا دي فيها نخيل نبغى نتفرج عليها ونشوفها كلها حلو حلو ممتاز يعني انا مبدئ في هايتي يعني انا شفت دخلت مع الجروبات وشفت شباب بس يعني كانه مجرد تحدي واطلع وانزل لا ابغى استمتع انا استكشاف استمتاع ايوه ابغى اشوف المنظر ابغى اشوف ايش فيه ايش ما فيه استمتع هذا هو الهايتي ايوه معنا العم ابو يوسف من هايكنج المدينه المنوره حياكم الله انطباعك عم ابو يوسف عن الوضع صراحه اليوم انا سعيد بوجودكم هايكنج السعوديه فريق الغربيه صراحة رحلة جميلة والمكان أكثر من رائع ما شاء الله المكان جدا جميل يعني الواحد يتمنى إنه يجي دائما كمان مكان جميل الشباب والرحلة جميلة ما شاء الله الله يسعدك ما هي حارة ولا بس يديكم العافية على الترتيب وما شاء الله كان ترتيب مرة رائع الله يعافيك بوجودك بوجودك الله يسعدك ان شاء الله يا ابو صالح عيوني طلعت العدني ابو حليف ما حصلت حليف والله سبحان الله نسينا انا اعطيني هذه الفناجين ما شاء الله هنا الاخوان ما شاء الله يقوموا بتحضير القهوه ما شاء الله طلعتنا والله بالخير جميعا يا شباب الله يعطيكم الصحه والعافيه رجعني والله الحين يا ايمن شيخ البيبي راح عشان الماي البيبي يضبط لنا الفطور ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه كابتن انور حبيبنا وبعدها شباب ان شاء الله ناخذ دفه حوالين الوعبه وبعدين نسوي تمارين لمده 10 دقائق ان شاء الله كذا احماض قويه بعدين ننزل نمسح المسار ان شاء الله ونستمتع بالرحله حلوين الله يعطيكم العافيه طيب وانت واحنا ماشيين حتاخذ المايك ده معاك ولا والله ايش رايك والله عادي اربطه في الشنطه العكس والله والله اخذه معي في الشنطة وخلاص أيه. بس انت يعني كان هذا مجرد اقتراح انت الليدر هنا بس اللي بقول لك احنا ناخذ لفة من فوق يا جاسم ترى فوتت المنظر ان شاء الله ها اخونا ماجد ما شاء الله تبارك الله ضمن مشات مكه المكرمه لا بالعكس من هيك السعوديه الان خلاص والان في هايكنج السعوديه ما شاء الله اعطينا انطباعك اخوي ماجد وانت صراحة. تقف على الفوهه هنا والله ان القوله تجربه جديده ومشاركه ان شاء الله تكون مستوى منها من هايكنج السعوديه الشباب ويعطيكم العافيه وان شاء الله نستمر معكم يا رب باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سلام انا لازم انزل لك تحت
ما شاء الله اخونا محمد قاري رحاله ما شاء الله تبارك الله، طلع امريكا ما شاء الله وسوى هايكينج في امريكا. احكي لنا اخويا محمد قاري عن الهايكينج اللي في امريكا وكيف كنت تمارس الهايكينج هناك. طبعا هناك الهايكينج يعني في ثقافه قديمه والكل يعمل هايكينج في كل ولايه وفي كل مدينه في كل منطقه، يعني ما تحتاج حتى برنامج، على جوجل ماب تكتب هايكينج تريل وتمشي. المسارات طبعا جاهزه وفي مسارات عليها علامات على نوعيه المسار، نوع المسار. في مسارات سهله يحطوا لها عاده جرين تريل، وفي مسارات وعره تكون بلاك تريل لما يسووا وعره شويه. طبعا المسار نفسه في الووتر سورس وفي الكامبينج، يعني كل ما تمشي بعد فتره يعطيك لوحه ارشاديه انه في ووتر سورس وفي كامبينج وفي الى ان تنتهي المسار. يعني مسارات مجهزه وجاهزه في كل الولايات المتحده الامريكيه، يعني من اجمل الولايات اللي فيها الهايكينج كاليفورنيا. الاجواء معتدله مو شديده البروده ولا شيء، لكن في بعض الولايات تكون صعبه شديده البروده، يعني الاجواء تكون متقلبه الطقس يعني مو ثابت، لكن في كاليفورنيا ممتازه يعني. ما شاء الله تبارك الله، احنا نرحب بك في هايكينج السعوديه. الله يحييك. الله يسلمك. هذا جهاز ما شاء الله لتحضير القهوة. شهادة التفر فيها على راسي والله. ما شاء الله على الأخ محمد قاري. أنتم في جدة ولا؟ الأقرب رحلة بعدين بلغونا. والله ما تختربان. خربان الأسبوع الماضي والله. ما أخذت عزبي والله. ما شاء الله تبارك الله، يقوم بوضع قليلا من القهوة هنا. يا ابو سعيد حبيبي كمان ايوه على الجمرة، على الجمرة مو على الشبكة، على الجمرة. الله يكثر خيرك. هذا من حبايبنا اللي شاركوا معنا في العلا. ها؟ ما شاء الله تبارك الله. أخونا أيمن عموري حبيبي، أحلى هايكنج اليوم إن شاء الله، تمارين الوحوش. ما شاء الله تبارك الله، بس يعني النزول إلى الوعبة تحتاج انك تكون حذر قليلا، لان ايش الصخور هذه تقوم بالدحرجة، تقوم بايش بالانزلاق يعني، فدائما تكون ايش حذر، يعني تكون حذر في وضع ايش لك مسند على الارض. هذه الفوهة ما شاء الله تبارك الله، من اجمل مناظر المملكة العربية السعودية، منظر بديع، منظر جدا جميل، يعني شيء فوهة جميلة. يقال أنه نيزك سقط من السماء وافتعل هذا الثقب في الأرض ما شاء الله. نشوف الأشجار كيف، يعني منظر جدا رهيب. شوف سبحان الله كيف، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا النزول والهايكينج إلى الأسفل في درجة من درجات الصعوبة، لأنه مثل ما أنتم شايفين هنا ما شاء الله الجبل كيف منحوت نحت كذا، كأنه شيء نحته سبحان الله، وعمل هذه الفوهة يعني عمق إلى أسفل، يعني سبحان الله العظيم. يعني شوف كيف الجبل، تلقى جبل يعني جبل تحت الأرض، شيء من بديع صنع الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده. يعني الواحد يشوف المناظر هذه يقول سبحان الله العظيم.
سبحان الخالق الكريم المنان الرزاق. سبحان الله كيف الجبل، سبحان الله لسه هناك كمان جبل آخر، يعني عشان تنزل إلى أسفل تأخذ لك يعني نوع من المشوار يعني. طبعا الحذر واجب، الحذر واجب لأنه يعني مكان عميق تحت الأرض. طبعا من الأشياء اللي اكتشفتها هنا أن الصوت سبحان الله يرتد بصورة غريبة، يعني شوفوا كيف سعودي هايكينج ألو، سبحان الله الصوت يرتد بصورة غريبة. 1 2 3 ألو، الآن ما شاء الله إلى النزول. سبحان الله في أملاح في الأسفل، في أملاح شوف كذا. والله ترى ماني شايف المسار، هو يحسب لك الكيلومترات يا بسام. هذا أحد الأخوان المصاب هنا، خلاص نقفل الشاشة، إسعافات أولية. أنا أبو سعيد قول له هذا وقتك يا دكتور، هذا وقتك يا دكتور. فريق إسعافات أولية نقوم بعلاجه. يا أبو سعيد اتخاذ الحيطة والحذر واجب في رحلة الهايكينج، في رحلة الهايكينج الحيطة والحذر لازم. الرجل المصاب هنا، الله الدكتور فاق عمل الدوام، عطينا المقص عنده انكول. يعني دكتور انت انكول ولا ايش؟ يتم معالجته هنا انكول. تعال لا ابو صالح كمان خبره المستشفى، كان في مستشفى الامل. شباب المدينه ما شاء الله يعني الجروب عندهم المشرفين اجتهدوا وسووا لهم دوره اسعافات اوليه عن طريق الهلال الاحمر، فهي خذ المبادره والجروب كامل خلوا دوره اسعافات اوليه. يعطيكم في المدينه الطبيه عندنا ان شاء الله. عندك خلاص هذه الدم واقف ما عندنا مشكله، بس فرجاء على اساس ما نتعطل ونرجع ولا استفاد من شيء. خلينا شوي شوي، والاخ ايمن هنا الليدر، وطبعا على طول احنا وراه نمشي يا اما لاين او كبل كبل. اوكي شباب العسل يعطيك العافيه. هذا حجر شكله غريب سبحان الله. الان النزول الى الفوهه، فوهة الوعبة مع الكابتن محمد قاري. ما شاء الله تبارك الله عمل هايكينج في أمريكا، ما شاء الله تبارك الله عنده من الخبرة الشيء الذي لا يستهان به. ايوه ما شاء الله تبارك الله رحالة. ايمن دقيقة فين نزول؟ ما شاء الله نزول يا شباب. راسك راسك اسلم اسلم جاسم، مساحة الجاسم.
الأحجار غريبة هنا سبحان الله، بعض الأحجار فيها آثار، آثار أشياء غريبة كذا. دخل من أسهل يا أخي، منطقة شهاب، منطقة شهاب من أمس. يا شيخ هذه بركانية، بركانية شوف واضحة. لا لا أنا بتكلم عن الشهابات من أمس، وراح رايح واحد جاي تكون حقت أقول طيران الحرارة. سبحان الله في صخرة هنا. الدكتور المفترض هو مصدر الأمان يا جماعة الخير. ما شفت دكتور سبحان الله، الأملاح ما تنزل فيها لأنها ما تمتص في الأرض، ما نعرف إيش السبب. سبحان الله منظر، منظر بديع يا أخوان، منظر بديع، منظر جدا بديع. النزول ما شاء الله. أيمن شغل بكس والله. يا أيمن أعطينا هازيج. ما شاء الله مع الكابتن محمد قاري. هنا في مغارة أو شيء كذا ما شاء الله. في مغارة، مشي حالك. معليه هذه مغارة، أيوه اسمها مغارة، الاسم العلمي لها. أيوه طيب أنا بردد. أيوه وين أبو صالح؟ وين أبو عبد العزيز؟ هذه سبحان الله ما ندري هنا إيش في الداخل، لكن شيء غريب. كشاف. والله إني كنت حاجة حسابي، أستغفر الله العظيم. كشاف؟ إيه. ما نقدر ندخل جوا. ما في كشاف؟ والله ما في. النزول بقيادة الكابتن أيمن ما شاء الله تبارك الله. كابتن أيمن في مسيرة هايكينج السعودية ما شاء الله. يا شباب هذا مرة خطير المنحدر، كلنا واحد صف واحد. ايه انتبهوا الصخور. شو الزجزاج مرسوم لنا؟ ايه واضح. تقريبا لفينا نص. على مهلكم يا شباب، على مهلكم. يا كابتن حرر. يا عيال صلوا على رسول الله، اليوم جمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم. خلاص يا شباب على خلوا جاسم هو اللي يصور. والله يصور أحسن من السناب، كاميرا بعشرين ألف ريال سناب في الأخير، حرام عليكم. انت ابو الحجار بدأت تطيح. ما شاء الله شوربة. هذا مدخل كذا مسوينه تحت هنا سبحان الله، روعة. ها روعة المدخل زي الأحجار كذا. سبحان الله الجبل أو جبلين سامرين. ما
شاء الله تبارك الله. يا شباب هذا ولا الكري ايمن؟ والله هذا اصعب. اما الحمد لله الوصول ان شاء الله. هذا مدخل كذا مثل الجبلين كذا، وهنا في صخره ما شاء الله تبارك الله. والارض هنا حاجه غريبه، ارض بركانيه يعني سبحان الله. اوريكم حجاره هنا مثل هذه، سبحان الله حجار شيء غريب سبحان الله. وبعض الحجار تلقاها متقطعة وأشكال غريبة يعني سبحان الله. هذه الفوهة سبحان الله بتحت الأرض تعتبر نيزك سقط من السماء. سبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله. أعشاب تنمو شيء غريب، شيء جدا غريب، مغامرة رائعة. هناك أشجار كذا في هذه المنطقة. سبحان الله هنا وصلنا لهذه اللي هي المنطقة الملحية سبحان الله. شوفوا كيف يا أخوان، شوفوا كيف منطقة ملحية، ما أدري هي رطبة أو شيء سبحان الله. يقولوا طيبة هذه المنطقة اللي عندك صدفية أو شيء زي كذا سبحان الله. شيء غريب يعني، يعني شيء مثل الملح مثل الأملاح أو شيء سبحان الله. بس أمشي أنا فيها مثل الفليل كذا يتكسر الحق. تمشي مثل الاسفنج او الفلين كيف سبحان الله. يعني شيء غريب لا اعلم ما هو التفسير العلمي لهذا الشيء جميل جدا انك تمشي وتحس انه شيء كذا كانك ماشي على فلين او ماشي على شيء غريب. سبحان الله حفرة فيها مياه سبحان الله. ما أعرف هي مياه جيرية أو ملحية لا أعلم. شعور المشي في هذه المنطقة يعطيك شعور جدا رائع، أنصح الجميع بالتجربة. ما أدري هي المنطقة هذه ما أدري. وصلت لحاجة ثانية من الله.
جميله جدا جدا جميله. انظروا كل شيء كذا. حسيت انك تكسر كذا كل شيء. الان ما شاء الله جلسه التعارف وبعض الشباب. ابو خالد جنبك. ابو خالد الاسم رقم جوالك فين تشتغل؟ بس رقم جوالك موجود. طيب الان رايحه السعود ان شاء الله. السعود نصعد وننهي الرحلة بإذن الله تعالى. وصلنا بفضل الله وحمده. الآن وصلنا ما شاء الله تبارك الله زي ما أنتم شايفين. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وأشكركم على المتابعة وحياكم الله.